السلام عليكم خوتي خواتاتي. السلام عليكم. السلام عليكم. بناتي وليداتي بنياتي مرحبا بنا عندكم عند خويا ميلو مول السلوبي. حنا خوتي لي واحد الخريجه في كازا رائعه. يا سلام يا سلام. كنتقهوى خوتي مع خويا ميلو مول السلوبي مع اختي فاتحه البدويه مع زهره الحياه ومع الزوج الكريم. انا جيت اخوتي لكازا وجيت جمعتهم راكم عارفين ميلو عزيز عليا وزهره الحياه عزيزه عليا وفاتحه حياتي عزيزه عليا اختي وصاحبتي. وحنا خوتي جينا هنايا. تفضلي يا فاتحه. السلام عليكم. دايرين لاباس عليكم دايرين المتتبعين. خويا ميلود مول السلوبي لاباس عليكم. هانيين لينا الشرف اننا نكونوا معكم هذا النهار وان شاء الله غادي نبارطاجيو معكم الهير ديالنا كيف ما هو. السي ميلود والاخ ميلود راه اليوم كان عندي ومرحبا بي وكيف مرحبا. ودابا حنا خارجين مع الاخت خديجه وزهره الحياه والسي حكيم. تغداو كلشي عند فاتحه مسكينه عرضات عليه. مرحبا والف مرحبا. الله يخلينا مسكينه الله يخليها. كبرات فينا والله خويا. باركم خويا حنا كاملين الحمد لله. تفضلي زهره الحياه. سلام متتبعين. هذا شويه بزاف سمع الهضره. كي دايرين لاباس عليكم؟ لاباس عليكم. شي بخير. معك الحضره. المهم حنا اليوم دوزنا نهار زوين مع فاتحة وعرفت علينا نادي فاتحة البدوية في الغدا. الله يكبر بها بصراحة. تغدينا خوتي وخرجنا والله. ودابا حنا في الفطور مع ميلود. السلام عليكم خوتي خواتاتي الكرام. تبارك الله عليكم. معكم مول السلوبي راكم عزاز وغاليين اليوم. خديجة كورينو السي حكيم صراحة وفاتحة بلا ما نعاود لكم اخوتي الكرام صراحة هذيا. وانا نسيتيني. انا كنت مين عرفتي علينا انت؟ دوخت علينا نهضر معنا. زهرة الحياة تا هي سيدي تا هي نسيناها. هاد الناس صراحة خديجة مسكينة وحكيم وفاتحة وزهرة الحياة هلاو فيا اليوم مزيان. بلا ما نعاود لكم اخوتي الكرام زعما واحد العائله محترمه وطيبه. بلا ما نتو بزاف صراحه ديال الله وجهوا لواحد البلاصه يقلبوا عليا اليوم. راكم عارفين اليوم الاحد راه خاصك تخرج فهمتي تمشي باش تمشي تقلب على واحد اليوم الاحد راه ما كايناش هاد اليوم الاحد خاصك ترتاح مع راسك وتمشي للبحر وتمشي فهمتي ديفولا شويه باش تمشي تقلب على واحد مثلا راه ما كايناش. هاد الناس خديجه مسكينه وحكيم جاو قلبوا عليا اليوم وحل البلاصه اللي نقدر ما نقدرش نقول لكم الصراحه ديال الله. والمشكل كيقلبوا عليا وتوضروا ما عارفوش البلاصه وانا ما عرفتش ناعت من البلاصه اللي انا فيها. انا مثلو قلوب انا كثار على نعاود صراحه ديال الله. هاد الناس طيبين ما عاد حتى شي واحد ما يقول لي شي حاجه. شي مثلا باش تطلع بحساب ولا تطلع هادي ولا تخرج بفيديو راك شوف كتهضر عافي الخاوي. هاد الناس ما نواصلوهمش. انا يلا عرف الحقيقه وانا كنت شوف انا كنت طايق بنفسي انا ولكن اليوم زعما بلا ما نقول لك هاد الناس الناس زوينين طيبين صراحه والله قسم اخوتي الكرام الناس زوينين. خديجه واحد السيده اللي تقدر ما ربما ما عمرك ما شفتيها في العائله ديالك في بزاف ديال الحوايج. انسانه فهمتي بزاف الله يتا بزاف اخوتي صراحه ديال الله عائله واعره. المهم انا من اليوم ان شاء الله بحول الله انا كنت كنقولها مع راسي انا كنقول الحمد لله نقدر نقول هادو العائله ديالي الاولى. انت انا نيشان ما كاينش شي واحد اللي يقدر يدير معك بحال هذا النهار هذا. ها من هذه كتبين ليك ديال اليوم باش يجي واحد ويجي يقلب عليك ويجي عندك ويقلب عليك فين ما كنت وكيتوضر وما عارفش البلاصه وكيجي حتى البلاصه اللي انت فيها وكيقلب عليك وداك وجابك عاود ثاني فين كاينه هذه. والله العائله ديال التقسيم بالله لا دار معك شي واحد بحال ما صراحه ديال الله. انا من اليوم كنحسب ان انا العائله ديالي الاولى. ماشي مشكلة ما
والله هي القسم من اليمين اخوتي الكرام، انا من اليوم العائله ديالي الاولى صراحه ديال الله، حيت العائله ديالي انا الاولى. سلام سلام الله يعاون. الا تلاقيتي معاه بشي مناسبه ولا كذا ولا صافي باش يولي يسول فيك وفهمتي ويجي عندك وكذا، ما كايناش هادو. هادو من اليوم خديجة تورينو سي حكيم، هادو العائلة ديالينا الأولى عن فهمتي عن طبع أنا عندي يعني صراحة ديال الله. وهذا هو اللي كاين أخوتي الكرام، هو هذا المهم الحقيقة في الدقيقة واللي كنخرجها من القلب، ماشي زعما أنا كان زعما قدامهم ولا شي حاجة، راه نيشان نشوف أنا يخلصني الله. أنا إلا قلت شي حاجة مثلا غير زعما كان قدامهم هما، الشيء اللي كاين كاين اللي غنقولوا اليوم غنقولوا غدا وغنقولوا مع راسي انا بيني وبين الله، انا ما نقول حتى واحد، انا غير بنشارك معكم هادشي باش تعرفوا اللي كاين. هذا هو اللي كاين. ريضا عبر مسكين من قلبه، راه تيهضر خوتي من قلبه والله. الله يعمر، انا عزيز عليا خوتي ما نكذبش عليك، عزيز عليا مسكين، ويعني هو معز وسهره معزته فاتحه لحقاش اخوتي ولينا خوت كاع الناس راه عزاز عليا. يا خوتي ما لقيتش كيفاش نمشي عند الناس كاملين، ولكن ملي جيت لكازا مشيت انا الزوج ديالي بقينا نقلبوا عليه حتى لقيناه واش بنادم. والله خوتي راه مسكين معانا، مشيت جبت حبيبتي زهره حتى هي وتجمعوا عند فاتحه مسكينه صحيتي وبنت الدار الكبيره، تغداو معانا وباقي غدا ان شاء الله غتشوفهم خارجين معانا. مازال اخوتي الجديد وغتشوفهم مجموعا معايا خوتي، رانا جا معاهم والحمد لله خوتي. الله يسهل عليك. امين اختي زهره، الله يسهل. راه معزاز عليا خوتي، ربي لي عالم والله. وفاتحه البدويه راه نقدر نقول لك الضياف اللي دارت الخديجه تورينو، راه زعما نقول لك ما ديك راه هذه اختها بلا شوف، هذه راه اختها راه شوف بلا الحمد لله في هذه الدنيا اللي فهمتي لقيتيه في جنبك ولقيتيه، هذه راه خوك حنا مسلم باش خوك، غير مثلا خوك هذاك كيتسبع عند تلاقاو في الجنه فين كاين المشكل. دابا فاتحه لا بلا ما نقول لك انسان انا نقول لك من هنا فاتحه البدويه، راه بلا ما نعاود لك ما خوتي والله يدك الضيافه وكيفاش كتعاملك في الدار ديالها فهمتي، ودايره كل الجهد كل ما في الجهد ديالها. احنا في دار، احنا في كنا في دار، ودابا حاسس في راسنا عند صاحب تاكل. دابا فاتحه دارت ما كل اللي في الجهد ديالها، وهي كتقول مع راسها ما درت والو. هي الوالده ديالها جات مسكينه، جات مسكينه واقيلا من سيدي سليمان، جات هنا باش تعاون بنتها فاتحه وباش تعطي داك الشيء اللي في المجهود ديالها. علاش؟ حيت هي شافت هاد الناس كيبغيوها. ملي شافت هي لا كتعرف شنو كاين، شافت خديجه تعاونات مع فاتحه وما ربما خرجاتها فهمتي، خرجاتها من واحد الدائره. هو باش يجي واحد يخرجك من واحد الدائره اللي كتقدر اللي يقدر مثلا كتعاني فيها سنين وسنين وسنوات في واحد الدائره، وكيجي واحد ولا وحده وكيخرجك. من طبيعة الحال اخويا انا هذا طبيعي الحال، باش نهضروا حنا في الواقع. وانيش انا اخوتي الكرام، هذا المهم الحقيقه راه هي هذه من روسك منك ما تفهمش انت وانت هذه راه هي اللي هادشي اللي كيتعامل معك. هادشي راه حنا متبعينه. فاتحه كانت في واحد الازمه وكانت في واحد الدائره اللي نقدروا نقولوا عانت بزاف، وملي جا واحد النهار وبانت هاد السيده هي خديجه نقدروا نقولوا تعاونت معها وخرجاتها من الدائره هذه. مجهود كبير شنو؟ إذن انا اختي انا هذه انا نقدر في الحال المدني نقدر ندير المجهود كاع ونحط انا معايا كاع. حتى انا اختي حتى انا اختي ودابا ما كنهضرش معاها في القناه، دايره معاك انت في القناه هي مسكينه كنهضر معاها. عرفت منين نجيب المدنيه ديالها ندخل معاها خويا؟ لا دايره معاها بحال بحال قنواتكم عندي كلكم دايره معاها. ولا نيشان دابا هو هذا دابا كيكون مثلا خوك ولا اختك في الحال المدني، يوم مثلا مولود ما يديروش معاك والدك والده فهمتي سميتو، ولكن ما يقدرش يديروا ما يديروش معاك ما يديروش معاك بحال ما ما يديروش معاك بحال المكانيه. وانا انا والله قسم بلا هذا النهار الا هاد الناس خديجه هاد الناس هادو راه الصراحه شوف انا لا غير كنشوف الانسان غير بلا ما نتلاقى معاه باين انسان مزيان. حنا كنغلطو نقدروا نقولوا شي كلمه وهذه قال لك الانسان ما في عذر،
ولكن الحمد لله كنتراجعوا. الله يسامح عليها. وهذا هو اللي كنتراجعوا، وهاد الناس راهم طيبين، ما عند حتى شي واحد ما يقول فيهم شي حاجه، اللي قال فيهم شي حاجه بلومو فهمتي نوبوع لا راسو نيشان. الحقيقه هي هذه، غنقول لك نيشان باش نقول شوف باش تخرج ودير فيديو على خديجه وتقول شي حاجه وتبدا تجيبها فمو يقولوا باغي المشاهده، راه من هنا لقدام انا ما عرفتش شنو غيوقع عليك. السلام عليكم. السلام. مرحبا خويا. فريز فريز بيستاج فريز بيستاج بيستاج شوكولا بيستاج شوكولا اوكي مبارك. ميلود خذ القهوه كشنا راه قلت له خذ لا قهوه وبارك عليا خذ جيلاتو. البنيه راه ما بيناش خذت بيتزا بعيده من الريد الريد هي حكي مع شيخ ميلود خذ القهوه لا بارك حسوبين هاد العيبه وصافي له ولا خصو قلبو هذا يبي لا بلاتي يا زهرة بلاتي حبايبي بسلام عليكم وبيزو من القلب ودخلوا أخوتي عند ميلود الله يعمرها دار ورا خويا وعزيز وغالي وباي باي وتابعوا أخوتي الخريجات ديالنا في كازا مع الحباب الزوينين وباي باي.